حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق عن جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي، والتي ستبدأ السبت ليتم إنجازها قبل عيد الفطر. ذكر بيان للوزارة أن التوزيع سيتم عبر جدول منظم وفقا للتمويل الذي يرسل من بغداد، وفي حال وجود أي تغيير في موعد إرسال التمويل فإن هناك إمكانية لإجراء تغيير على الجداول. وينتهي جدول الصرف يوم 8 نيسان، هذه أول مرة تصرف فيها السلطات أربيل راتبين في أسبوع واحد. كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن ديالى أن إبراد الدهلكي عما سماه سرقة القرن الجديدة في المحافظة تخص صندوق تعويضات المتضررين من الفوضى الأمنية على مدار أشهر. وقال النائب الدهلكي إن جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار، كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز 9 مليارات دينار من الديوان. وبيّن أن المتورطين في الجريمة هاربوا إلى جهة مجهولة، وأضاف أن حيثيات الجريمة وحبك أدوارها بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها. قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد نوري عزيز إن وزارة المالية في بداية السنة المالية سحبت كل الأموال الموجودة في حسابات المحافظات وتم توجيهها إلى مشاريع أخرى، وهو ما أدى لتوقف العديد من المشاريع بشكل شبه تام بسبب عدم التمويل. وأضاف عزيز أن المشروع رقم واحد من المشاريع المتوقفة وهو مشروع المدارس الكونكريتية المتلكئ منذ عام 2012، حيث تم إيقاف العمل بهذا المشروع بسبب توقف ضخ الأموال المخصصة لإكماله. قال المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، قال إن قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية في العراق تبلغ 200 مليون دولار شهريا، واصفا العمال غير الشرعيين في البلاد ممن لا يملكون ترخيص عمل، واصفا إياهم بأنهم يشكلون نوعا من الاستنزاف للدولة. وأكد صالح أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد، وأن أغلبهم دخل البلاد بطرق غير مشروعة، ويشكل وجودهم نمطين من الاستنزاف: الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية في آذار من أدنى مستوياته في 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان. وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً سجل في المتوسط 118 نقطة في آذار، ارتفاعاً عن مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق. وقراءة شهر شباط كانت الأدنى منذ 2021، وتمثل أيضاً الانخفاض الشهري السابع على التوالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.